بك سلا سلا. أنا تبعت الموضة، هذه حاجة تشرفني. مهدي فضيلي ينفي التهم الموجهة إليه لأول مرة في إيتي بالعرض. أنا في صوري الحماق راه مايكل جاكسون في صوري، كنت يعجبني. الصراحة كنت متفائل انا والتيم اللي معايا ان الاغنية الحمد لله فيها الكريتير ديال الاغنية الناجحة، لا من الكليب لا من الالحان من الكلمات، فكنا متفائلين ان شاء الله تدير شي حاجة وتوصل للناس. وتفاؤل مهدي فضيلي كان في محله، فكليب مريش اللي اخرجته كوثر التغزاوي حقق ال 4 مليون و 900 الف مشاهدة على اليوتيوب في اسبوعين بس، وعمل ردود فعل ايجابية عند متابعين مهدي واولهم اهله وقرايبه. اي واحد سمعت عليك يقول لي اغنيه واعره، والدي يسمعوها قالوا لي اغنيه واعره، غادي تلقى صدى ان شاء الله. فعلى تيك توك بس حقق هاشتاج مريش بعد طرح الاغنيه اكثر من 10 مليون مشاهده. بس قدام النجاح الكبير ده للاغنيه كان في بعض الاتهامات لمهدي بانه بيقلد سعد المجرد، خصوصا مع تعليق كتير من الجمهور على شبه الاصوات ما بينهم. والنهاردة والأول مرة مهدي بيرد حصرياً في إيتي بالعربي على الموضوع ده. هذه حاجة تشرفني، يشبهوني بسعد، سعد مغربي وأنا مغربي، مراكشي وأنا مراكشي، فعادي التشابه. ربي كما خلق التشابه في الوجه في الشكل في الشعر في العينين الحشبان، كذلك خلق التشابه في الصوت، فهذا ديال الله سبحانه وتعالى. ومهدي كشف لنا أن حتى شقيقه عنده نفس خامة صوته هو وسعد. كنا عندي التليفون ديالي كنت سمعك لي زوج ديال خويا اللي بعيد كل البعد على الموسيقى، ما زعما ما كيعجبو حتى لو السيل ديالي، انا كيعجبني نغني ليه الراي، كيعجبني نغني ليه حاجه اخرى، ولا سمعتيه كيهضر لي زوج غتقول تقدر تقول ساعات تقدر تقول انا. والاتهامات اللي توجهت لمهدي ما اقتصرتش على تشابه الصوت بس، حتى انهم شبهوا ستايله في الكليبات بستايل سعد المجرد وطريقته في تقديم الفيديو كليب خصوصا من ناحيه الرقص. انا في صغري كنت كنحماق على مايكل جاكسون في الصغر ديالي، كنت يعجبني هذا السيل، سي طوندونس ديال العالم، فين ما مشيتي انستغرام فين ما دخلتي ناس تيغني ولا ما تيغنيوش فنانه ولا ماشي فنانه غتلقاهم لابسين نفس الستايل. هذا ماشي يعني انه انا تبعت الموضه، فيمكن شافوا الناس انه يمكن ساعد حتى هو تبارك الله غادي يتابع لا طوندونس. انا فنان اخر قالوا راه كاين واحد التشابه في الستايل، سي نورمال لانه يمكن ساعد هو اول من بين الفنانين الاولين اللي بداو الرقص بداو البيرفورمانس في الكليبات والى اخره، فسي نورمال انه اي انسان يكون كيشطح غادي يشبهه كيف ما وقع مايكل جاكسون مع كريس براون، هادشي عادي زعما. ونافى مهدي فضيلي وجود اي خلاف او حساسيات بينه وبين سعد المجرد. لا كي صيفط لي الميساج كنصيفط لك نهنئو في اغنيته الاخرى ديال اش اخبارك، هنئته ودعا معايا قال لي الله يوفقك، يعني انسان طيب وظريف. كذلك فاش خرجت انا اغنيتي مريش كومونتا ليا قال لي الله يوفقك، فبالعكس يشرفني زعما تكون واحد الصداقه بيني وبينه وانسان ظريف. ما يلزمنيش اللي كذب واللي طامح فيا.